هلا ما رح تحكي ليش قلبي وشك هدود؟ ابن عمي، هلا انا مرتك ولا مو مرتك؟ مرتي. ولطفية درتي مرتك ولا مو مرتك؟ كمان مرتي. احكي، نطفتي لي قلبي. انا ما بقى لي قاعده معاها بالبيت، يا اما هي بتطلع من البيت يا اما انا. شو؟ شلون يعني تطلع من البيت؟ بدك يعني طلق وحده منكم؟ لا، ابعد الشر عني وعنها. لكن شو؟ فهميني هدى خانو، ما عم بفهم، شلون وحده منكم تطلع برات البيت؟ انا بدي بيت لحالي. شو هاد؟ شو قلتي ست هدى؟ ما عم بسمع، فهميني. بدي بيت لحالي، يا اما هي تسكن لحالها. هاي جديده علي هدى خانو. ايه والله العيشه ما عادت تنطق معها، يعني مو معقوله انا قايمه بكل شغل البيت لحالي، شو انا خدامه الى ابن عمي؟ لا مالك خدامه الى، بس لازم تقدري وضعها. تحسب حالها ساكنه لحالها وما عندها ضره تساعدها، شو كانت تساوي؟ بدها تقوم بواجبها ناحيتي. ها ها، وهي انت قلت ابن عمي، خليها تشتغل شغلها مثل العالم والناس، مو انا فوت على اوضتها ونظف لها اياها وهي متمطره على تختها. هلا انت عم تنظفي لها اوضتها كل يوم؟ ايه، واذا مالك مصدقني روح اسالها. وانت ليش لا تنظفي لها اوضتها؟ مو انت قلت لي ساعديها لانها حبله؟ لك قلت لك ساعديها، مو تنظفي لها اوضتها. وهلا شو يعني؟ هلا سكنه لحالك ما في، وشغل البيت تتعصميه انت وياها نص بنص، مشان الله مضي لي الليله على خير. لكن رستا هنا شو شغله ابن عمي؟ ايوه. شوفي لطفيه، تشتغلي مثلك مثلها بالبيت. والولد ابن عمي؟ ما رح ييسر عليه شيء، شحة امي جابت خمس اولاد وما حدا ساعدها بالبيت مثل ما بدك حضرتك. بس القريبة قالت يا عصام. ما بدي مشاكل، عم اقول لك مشان الله بتساوي اللي قلت لك عليه، مفهوم؟ مفهوم ابن عمي، وامرك على راسي مرفوق. لك يا لطوف، لا تزعلي من الحق، مثل ما انت مرتي هدى مرتي. بس هي مانا حبلة مثلي. مين قال لك انا مالي حبلة؟ حبلة؟ ايه لك، ورح فوت بالشهر الاول كمان. بالشهر الاول؟ ايه، خليك على حكيك ابن عمي، وكل وحده بتشتغل شغلها بالبيت. ايوه، رح فوت بالشهر الاول ابن عمي. يبعت لحمه شو كذابه على الحبله.